انت ليش ما انا بالعراق تعطيني حقي؟ انا بالعراق بالحواسم بالاجهار بالعراق وعندي سبع جهال يبيعون كلينس كل شيء ما عندي. انا حاليا الدوله تفتح علي تقول انت متسول انت وجهالك بالبلديه ما اشتغل. انا اشد من رعايه اجتماعيه ما عندي. قالتوا انتم يا سيارات الوزراء اناشدك يا محمد الشاعر السوداني اناشدك اناشد الفئات الفاسده. ما اجاملك انا واقول لك انت مصلح. احنا سنبيع كلينس قلتوا كل قالب الى 30,000 اروح على المدرسه عندي اربعه من المدارس هذول ثلاثه وبعد عندي. يقول لك انت ما مشمول بالرعايه الاجتماعيه. ليش؟ اقدم على رعايه يقول لي تحليل نتائج خلق الفقر. ليش؟ ولا واحد جاني ولا واحد سائل علي وكان التقاقي انا وجهالي. هاي مستحق زواج بحقكم وبحقتكم بحقكم وبحقتكم يا دولة القانون يا دولة رئاسة الوزراء بحقكم وبحقتكم يا دولة دولة النبوة والإمامة والمعاد دولة الإمام الحسين. وين دولة الإمام الحسين؟ يا صف شلونك بالدراسة؟ زين. بيسا اطلع تبيع كلينس؟ من الأربعة حد من الأربعة العصر؟ حد من الظل بالليل؟ سبع بعد عدو وارد. تعامل الناس شلون وياك؟ لابوسي هذا صيح علي هذا الهيش وغير ويغضب تغلطون عليك؟ ايه. طب يعني شلونك بالدراسة؟ زين. بأي ساعة تجيني هنا تبيعني كلينس؟ العصر. شلون اتعامل الناس وياك؟ مزيانين الناس وياك؟ تعال توقف هنا بصفه دني. السلام عليكم. عليكم السلام. يا صفه ثالث ثالث ابتدائي؟ بأي ساعة تجيني هنا تبيعني كلينس؟ من الأربعاء لحد الآن. من الأربعاء العصر. حد من الظلم بالليل؟ حد ما نبيعهم. شلون أتعامل الناس وياكم؟ يعني مو كل سوا، ناس تطعن وناس تغلط علي، ناس تسبني وناس لا. شنو تطالبون؟ نطالب بحقنا. يعني أبوك يقول ما عندنا راتب برعاية، تردون راتب أنتم اللي أبوكم يسوون؟